أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب أن التميز وتكامل العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وفي ظل جهود واهتمام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وصاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى للمؤسسة التنمية الأسرية في دولة الإمارات المتحدة الشقيقة، يشكل نموذجا رفيعا ورائدا في ثنائية العمل المتميز والمشترك الذي حقق نجاح وتمكين المرأة البحرينية والإماراتية في كافة مجالات المسيرة التنموية الشاملة للبلدين الشقيقين وعلى مستوى المنطقة، وأن مملكة البحرين ودولة الإمارات الشقيقة هما بلدان واحد وقيادة واحدة وشعب واحد. أوضحت معاليها أن العلاقات الوطيدة والتعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تؤكد عمق العلاقات الراسخة والهدف المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.